صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذا اليوم في درس كتاب التوحيد في مدرستي الثانوية مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقال معلمنا: إن معنى هذا الحديث أن من أحصاها عدا وفهما. والسؤال: هل قوله صحيح أن من حفظها وفهمها ينطبق عليه الحديث؟ ما يكفي هذا، أحصاها يعني عدها وفهمها وعمل بها، لابد من العمل، لابد من العمل بها. نعم.